عليكم أخواتي ومرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم عبارة عن البيراميد بحشوة جديدة، ذوقها أكثر من رائع. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة، لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله بالمقادير. نحتاج إلى 125 غرام مارغرين، 2 ملعقة كبيرة سكر ناعم، 2 ملعقة كبيرة حليب غبرة، 2 ملعقة كبيرة لوز مرحي بهذا الشكل، ملعقة صغيرة فانيليا، صفار حبة بيض، وفرينة أو طحين حسب الحاجة. ورح نحتاج إلى هذا المول، نستعمل هذا المول اليوم، مول بيراميد بهذا الشكل. ورح نستعمل هذه القطاعة مربعة، مربعة الشكل، تكون على قياس المول. أولا نقوم بتحضير العجينة بالمقادير السابقة. رح نخلط كل من المارغرين مع صفار حبة بيض والسكر الناعم والفانيليا، نخلطهم جيدا. بعد ما تمتزج كل هذه المكونات نضيف كل من اللوز وحليب الغبرة، وفي الأخير نضيف الكمية اللازمة من الفرينة أو الطحين. نغطي العجينة ونتركها ترتاح نصف ساعة أو ساعة في الثلاجة لتسهيل تشكيلها. إذا بعد ما ارتاحت العجينة في الثلاجة نقوم ببسطها وتقطيعها بمول مربع، ونقوم بإدخالها لفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. الآن نقوم بتحضير الحشو. رح نحتاج إلى المقادير التالية: نيسلي مركز محلى، حجم العلبة 397 غرام، لأن الكثير من الأخوات خارج الوطن سألوني عن وزن العلبة، هي تزن 397 غرام. في هذه الوصفة رح نحتاج إلى نصف علبة نيسلي أي 200 غرام، 60 غرام من الزبدة أو المارغرين، 30 غرام من السكر العادي، وملعقة كبيرة من جليكوز. بالنسبة للطريقة رح نخلط كل من النيسلي والزبدة والسكر والجليكوز أي كل المكونات، نضعها مع بعض ونضعها فوق النار مع الخلط المستمر حتى نتحصل على شبه كريمة. بعد ذلك نكمل باقي الخطوات. هذا هو شكل الكريمة، بعد ما تكافت راح تصبح بهذا الشكل وهذا القوام. هذا هو القوام المطلوب. الآن نضيف لها كمية من اللوز، الكمية هنا غير محددة، نضيف كمية ونحرك. هنا راح نضيف كمية أخرى، الآن نتركها تبرد ثم نكمل باقي الخطوات. الآن نقوم بإذابة الشوكولا البيضاء. أنا هنا استخدمت شوكولا الوجدان. بالنسبة للطريقة تلقيت العديد من الأسئلة، هي طريقة سهلة، نقوم بتقطيع الشوكولا البيضاء إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضعها داخل إناء ونقوم بوضعها على حمام مائي على نار هادئة إلى أن تذوب وتصبح جاهزة للاستعمال. الآن نأخذ المول، مول بيراميد، نضع فيه كمية من الشوكولا بهذا الشكل بوسط ملعقة صغيرة، وبوسط فرشاة صغيرة نقوم بوضع الشوكولا على كل المول بهذه الطريقة. نضع هذه الطبقة الأولى ثم نضع المول داخل المجمد
مدة 10 دقائق، ثم نعيد العملية مرة أخرى، يعني أننا نقوم بوضع الشوكولا 2 مرات داخل المول، ثم نكمل باقي الخطوات بإذن الله. بعد ما بردت الشوكولا نقوم بوضع كمية من الحشو بهذه الطريقة داخل المول، الآن نأخذ الشوكولا المذابة، نضع كمية من فوق حتى نغلقها من فوق بهذه الطريقة. وسط فرشاة نعدلها بهذا الشكل، ندخلها للثلاجة حتى تتماسك، ثم نقوم بإخراج الشوكولا من القالب. إذن بعدما تماسكت الشوكولا نقوم بنزعها من المول، راح تخرج بكل سهولة بهذا الشكل. ننزع الأطراف إن وجدت، راح نأخذ ملمع ذهبي، أنا استخدمت هذا النوعية، نضع كمية فوق بهذه الطريقة، الآن نأخذ قطعة من عجينة الصابلي بعدما قمنا بطهيها وبعد ما تبرد تماما، نضع كمية من الجليكوز بعد ما قمنا بتسخينه، ونقوم بتثبيت الشوكولا هكذا. نأخذ أيضا دائما بالجليكوز، نضع كمية على الأطراف، الآن نأخذ كمية من الفيوتين. سبق وأن وضعت الوصفة، سأضع الرابط أسفل الفيديو بإذن الله. أضفت كمية من الملمع الذهبي، ونقوم بتزيين الحلوى هكذا. تأكد أن كل الأطراف وضعنا فيها الكمية اللازمة من الفيوتين. إذا لم يتوفر الفيوتين ممكن أننا نعوضه باللوز،
الآن نأخذ هذه الكريات الذهبية متوفرة تباع هكذا جاهزة، نقوم بوضعها داخل الجلوكوز ونقوم بتثبيتها فوق الحلوى بهذا الشكل. راح نتحصل على هذا الشكل. أنا سأكمل بقية الحلوى ونلتقي في صحن التقديم بإذن الله. هذه هي الحلوى في صحن التقديم بعد تزيينها بكريات ذهبية وتزيينها بلافيوتين على الأطراف. تحصلنا على هذا الشكل الرائع والذوق الأروع. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.